عندي العبيد يطلب في الكوره غيث الصغير يمشي لبسام الاسرافي بسام, بسام غيث الزلعوني زعلوني التوزيع والهدف التوزيع والهدف من كينكس ليدو في خمسة دقائق اتغير المعطيات هنا في الملعب البلدي بسليمان رجع لي ريان الحمروني ريان يعمل المراوغه نسل برباتي التزيد الراين ريان مرة لمره اخرى ريان يعمل التحضير لنس البرباطي تزيد والدفاع تزيد مزيد مره اخرى مره ثانيه والحكم يعطي المخالف يمشي عامر العمراني ينفذ المخالفه بسرعه بسام الاسرافي مش سدد بسام تزيد لبرا زعلوني يعمل توزيع بالقائمة القائمه الثانيه الراسيه وذيال معتوق موجود ممتاز كنسلي مش يسدد كنسلي حمدي العبيد يا والحارس يقلب لليسار والموجود الحمروني الحمروني يعمل التوزيع في القائمة الثانية حمدي العبيدي وتسلل متأخر التمريرة وموجود حمروني اللي يبدأ في مشروع المرتد الحمروني يعمل مراوغة الحمروني يتسديد البرة التسديد البرة يا العواذي عنده كورة يعمل مراوغة مرورة مرة ثانية محمد حبيب كان كريم العواذي كريم بيعمل يعمل التوزيع في القائمة الثانية طويلة طويلة على ريان الحمروني من كريم العواذي توفيق الشريفي يمشي ماريانو ليكون هذا التهديد الاول ماريانو اتوزيع توزيع صغير بسام اسرار في دور بكورته بسام يعطي للكيكس لي مش موجود في موقف تسلل يعمل كنترول الكنترول كيكس لي حمدي العبيدي حمدي يطلب الكره حمدي حمدي التسديد لا يختار المراوغه يسقط والحكم يعطي ضربه جزاء يسقط والحكم يعطي ضربه جزاء غيث صغير ياخذ إشارة من عند أمير العيادي غيث الصغير غيث 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 تسديد جول غيث 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 تسديد جول الثاني للنادي الإفريقي من علامة الجزاء غيث الصغير يعطي الهدف الثاني لمستقبل النادي الإفريقي قدام مستقبل سليمان يدون على ثاني أهداف المباراة في توقيت 44 دقيقة لعب يأتي الجديد في ملعب سليمان اثنين بلاش للنادي الافريقي من توقيع غيث الصغير من علامة الجزاء رغم متابعة وسيم القروي للكرة أمير بالشيخ في وسط الميدان جاسم بكيلاني يطلب الكرة تخلت لجاسم بكيلاني وموجود في التغطية غيث غيث الزعلوني في التغطية الدفاعية وسافرت حكم المباراة أمير العيادي يعلن على نهاية شوط المباراة الأول بتقدم النادي الإفريقي اثنين بليش الأول بأقدام كيكس ليدو بالدقيقة الخامسة والدقيقة خمسة واربعين الثاني من أقدام غيث صغير من علامة الجزاء نفس الأسماء تقريبا دخلت اللي بدأت في المباراة كملوا الهجمة ونحكيكم الأسماء وهذه الكرة الثالث التزيد على تغطية الدفاعية ترجع لي المهاجم الكاميروني التوزيع بالقائمة الثاني وموجود موجود, موجود يتفادى الركنية نوردين الفرحاتي وسام وسام يمشي لليمين ليون بسام اسرار في بسام يعطي الغيث غيث التوزيع على تزيد ولا تغطية بن محمد عزيز يمشي عبد الرزاق يعمل مراوغة تزيد ضعيف تزيد ضعيف والحكم يامر رصد اللاعب مش يعمل المراوغة يعمل المراوغة ثانية ليه يختار عبد الرزاق نبشى الكرة تسديد الهدف تأذيل الفارق هدف تأذيل الفارق من فوني كروشي فوني روشيه في الواحد وستين يعطي الهدف الأول لمستقبل سليمان باش يتغير السكور والنتيجة مرة ثالثة اثنين واحد ليه النادي الافريقي قبل الساعة من نهاية المباراة يدو في وسط الميدان يمشي لعزيز بن محمد عزيز يمشي عبد الرزاق يعمل مراوغة تزيد ضعيف تزيد ضعيفة والحكم يأمر وسط الأعمال مريانو مش يعمل للمراوغة يعمل للمراوغة الثانية ليه يختار عبد الرزاق يمشي الكورة تزيد والهدف تذليل الفارق هدف تذليل الفارق من فوني كروشيه فوني كروشيه في ال 61 يعطي الهدف الاول لمستقبل سليمان باش يتغير سكور والنتيجه مره ثالثه اثنين واحد للنادي الافريقي قبل الساعة من نهاية المباراة يأتي تذليل الفرق علي العمري قيادة هجوم مستقبل نادي الافريقي رشيد ولا تغطية الدفاعية تقطع تمشي لي علي العمري علي بشي سدد عليه يا تسديد مرة أولى مرة ثانية يا تحذير يا من أحمد خليل وسيم القروي بن عمار بالعقب ترجع لي الحبيب يكن يعمل توزيع الحبيب وموجود مرة أولى مرة ثانية يتفادى الخطأ نور الفرحاتي مير العيادي تتنفذ الركنية في القائم الأول الثاني التغطية والمخالفة التغطية والمخالفة ليش قادر نشوف يا نسل البرباتي هو اللي يغادر يمشي محمد الحبيب يكن الحبيب يسقط لحبيب ليه يمشي ياسر بالكيلاني يا توزيع وتغطيه دفاعيه مره اولى مره ثانيه كريم العواذي قدام زوز ملاعبيه رشيد غيث ازعلون يا توزيع الثالث ليه الثالث ليه التغطيه اكثر من رائعه من وسيم القروي يفسخ هدف ثالث احمد خليل لا تزيد والحكم في الدقيقه الثالثه يعطي اشارته لنهايه المباراه على نتيجه الفوز النادي الافريقي 2 1